هو من يختار المساعد وليس مواقع التواصل الاجتماعي هي من تفرض المساعد. انا قلت لك لاول مره في حياته يقترح عليه هو يشوف مع على كل حال. اليوم شوف كنا نمشي مع بيسيرو الاسبوع الماضي، اليوم خرجت ورقه بيتكوفيتش قبل يومين في حديث، ولو انه نفس المصادر التي اكدت هل توصل اتفاق مع بيسيرو تتحدث عن توصل هل رشحت يعني ورقه بيتكوفيتش لان الاوراق الاخرى كانت كلها خاسره؟ مش اوراق خاسره، هذه مفاوضات. او قال لك هذه مفاوضات واحد فيها تطلع تهبط سيدريغو سياسو واحد يهبط واحد. انا امس تحدثت مع احد البرتغاليين رفض التصريح، هو تي جي سي جلوبال، هذه الشركه التي موقع معها بيسيرو تفرض، قال لي لا يمكن ان اصرح عن طريق كان انترميديير يعني صديق لي برتغالي. قال لك ما يقدرش يصرح، هو رفض حتى منحنا رقم هاتف من اجل التحدث معه حتى على الواتساب. قال لك لانه في المفاوضات كلمه واحده تقلب الطاوله، تقلب كل شيء. لذلك من يروج اليوم لوجود تصريحات ووجود مفاوضات؟ لانه شوف خليني نقول لك، نفس المصادر التي تحدثت قبل اربع ايام عن اتفاق نهائي مع بيسيرو، اليوم نفس المصادر تروج لاتفاق نهائي مع بيتكوفيتش. لذلك قلت لك بان البعض يضع قائمه 23، ولما يخرج الاسم اللي يخرج يقول احنا كنا معاه وحنا ونحن من ونحن قلنا وانفردنا وسبقنا. لا احترم عقولنا واحترم عقول من يتابع. محمد تكلم شيء مهم، يعني قال لك لما سقطوا المدربين الاخرين على بيتكوفيتش. يعني صح محمد وش تكلم، عندك انت عندك بلون ا بلون بي بلون سي، يعني بيتكوفيتش يقدر يكون كان اختيار رقم أربعة، يقدر يكون كان اختيار رقم ثلاثة. هما كانوا حابين يعني رونار مربوط، كانوا حابين كيروش لاسباب لا اعلمها، وهناك يعني بعد كيروش الي لوزيتش، لان لما هادو ثلاث مدربين سيتي فالور شي بعده بيسيرو رابحهم. جمال بالماضي في 2019 كان الحل الرابع، جات من اشهر دانا دينا كاس من افريقيا دي فوا لي شوا بار دي فوا حسين صح يخرجوك البعيد افضل من الخيارات اللي يكونوا كونفيرمي دال ديبا. شوف المشكل هنا كاين فيدراليه دارت خاليه لتعيين هذا المدرب، الخاليه راهي في طريقه دراستها، والله ما تقدر تعرف الان وشنو هو المدرب اللي راح يتم تعيينه، لان هذه الخليه محمد انا نقول لك يعني هادوما سيديزان سريكتور، هادوما يعني قرونا وهم اللي قرونا يعني باش يكونوا عندنا شهادات. لا اظن ان هاد الخاليه راح تخرج يعني ولا تسرب المعلومات، لانها خاليه راهي مغلقه. كان عندها الاختيارات لا، لكن الان هما قالوا انا ارى بان الاختيارات محصوره جدا. شوف اليوم انا اعطيك خبر حصري ومن مصادر مطلعه، مصادر قريبه جدا من رئيس الاتحاديه الجزائريه لكره قدم السيد وليد صادي. اليوم الخيار الأقرب هو بيتكوفيتش، وتقريبا اليوم بيتكوفيتش هو الوحيد ماشي الخيار الأقرب، لأنه بيسيرو كما قلت قبيل تقريبا سيبقى مع المنتخب النيجيري. احنا ما نقولوش انه استعمل الجزائر من اجل الضغط على المنتخب على الاتحاديه النيجيريه من اجل الحصول على امواله العالقه وايضا رفع راتبه والبقاء مع المنتخب النيجيري، لانها مفاوضات تحدث فيها كل امور، وهذه الامور مشروعه حتى في انتقالات اللاعبين. اللاعبون يستعملون الانديه، ما نقولوش اللاعبون، نقولوا وكلاء اللاعبين يستعملون الانديه من اجل والاتحادات من اجل رفع العروض الى اقصى درجه ممكنه، وهذا الشيء يعرفه حتى الاتحاديه الجزائريه تعرف هذا الامر. لذلك ما نقولوش انه استعملنا، نقولوا انه المفاوضات اسقطت اسم بيسيرو ورفعت اليوم، نهضروا على اليوم اليوم الاثنين، اسم بيتكوفيتش يعني وكاننا في البورصه. نعم. كل يوم هذا مسلسل. نعم. الى غايه الفصل نهائيا يقدر اليوم راه غير بيتكوفيتش العشيه تجي مكالمه يقول كان لقينا واحد المدرب مليح عنده سي في مليح هاوليك يشوفوا تنقلب كل المعطيات. ولكن اسمح لي امين كلامك براك ديزانفو ريال، لكن حسب ما اعلمه منا نهار الخميس ماكسيموم ممكن يتم الاعلان على هذا. واش راح نقول؟ المؤكد انه في غضون الايام الاربعه او الخمس المقبله او الى غايه نهايه الاسبوع، من شبه المؤكد سيكون الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد. وقلت لك إلى غاية اليوم الاثنين بيتكوفيتش هو الأكثر ترشحا والأقوى والأوفر حظا من أجل أن يكون الخليفة للناخب الوطني السابق جبل الماضي. محمد هو المدرب بيتكوفيتش في الطاقم الفني تاعو عنده سبعة مدربين،
سبعه محدد البداني والمدرب الراس يمشي مع سبع مدربين سبع اعضاء في الطاقم الفني تاعه يعني هذا بيتكوفيتش يبدو الاقرب. ما هي مميزات هذا المدرب؟ شوف اول ميزه هو انه مقارنه احنا نروحوا لانه كان بينو بين بيسيرو اول ميزه من ناحيه اللعب هو طريقته هجوميه اكثر من بيسيرو، طريقته فيها جماليه لعب اكثر من بيسيرو، شاهدناه مع المنتخب السويسري قدم كره قدم جميله جدا. نعم ولو انه مثل ما قال الزميل عمر بودي في حصه سابقه اخر تجربه كانت سيئه، ولكن كل المدربين حتى جوزي مورينيو اخر تجربه له كانت فاشله. يقدر الان يروح للبايرن يكون خليفه توخيل وينجح. هذه هي عندك كلاعب أو كمدرب تقدر تنجح، عندك أيضا نسبة أو احتمالية الفشل. لذلك من ناحية اللعب جمالية اللعب بيتكوفيتش أحسن من بيسيرو. من ناحية طريقة اللعب بيتكوفيتش يعتمد على طريقة هجومية، يعتمد على ثلاث مهاجمين، في المقابل بيسيرو يعتمد على الواقعية بشكل مبالغ فيه. شاهدنا في المباراة الأخيرة مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا كيف أسقطته وأوقعته واقعيته المفرطة عن التاج الإفريقي. خسر المباراة لأنه كان جبانا إن صح القول، جبانا كرويا فقط في هذه المباراة، لم يلعب من أجل الفوز، لعب من أجل التعادل، وفي آخر المطاف أسقطه المنتخب الإيفواري. لذلك أعتقد أن ورقة بيتكوفيتش من ناحية اللاعب من ناحية الأسلوب أحسن من ورقة بيسيرو. إذن ننتظر الأيام القادمة لنتعرف على اسم المدرب الجديد للمنتخب الوطني الجزائري. وننتقل الآن إلى آخر أخبار محترفين وما يفعلونه في الدوريات الأوروبية والخليجية، ونبدأ بعطال وأول مباراة له في الدوري التركي مع ناديه أنضا ديمير. نعم أنضا ديمير التركي. نعم لما لعب 90 دقيقة 6.8 العلامة اللي نالها كان أداؤه محل ترحيب ومع قبول من الصحافة التركية التي تحدثت عن اللاعب الذي غاب عن مباريات الأندية منذ أكتوبر الماضي تقريبا ما عدا مباريته مع المنتخب الوطني. نتمنى له الأفضل ليوسف عطال، يستعيد مستواه، يستعيد رتم المباريات أولا ثم بعد لكل مقام المقال. إن شاء الله أنا نتوقع أنه محمد عطال إذا وصل على نفس المنوال، البداية كانت جيدة جدا، إن شاء الله تبتعد عنه لعنة الإصابات في آخر الموسم. أتوقع على الأقل أن يلعب لأحد كبار تركيا مثلا غلطة سراي أو فينرباتشي، واحد من كبار تركيا. إن لم يكن هذا أتمنى أن ينتقل إلى بطولة أقوى مثل البطولة الألمانية. لماذا لا نشاهد يوسف عطال مثلا في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، مع لايبسيتش، مع مونشنغلادباخ؟ هناك ضغوط أقل على اللاعب، طريقة التعامل أحسن مع اللاعبين الجزائريين، نسبة أو هامش نجاح أكبر. شاهدنا مع بن سبعيني، شاهدنا مع شايبي الذي يتألق في أول موسم له مع إنترخت فرانكفورت. لذلك أتمنى أن أرى يوسف عطال في الدوري الألماني الموسم المقبل. عطال قدم مباراة مقبولة في هذه المباراة، وكان عنده يعني دائما يعني القوة تعطل أنه دائما يعطي إضافة في الهجوم، دائما يعطي التفوق العددي في الهجوم. هذا الشيء لاحظناه في هذه المباراة، وهذا يحسب لهذا اللاعب، لاعب اللي كان في الدوري الفرنسي كان يعني يقدم أداءات كبيرة، حتى وإن الفريق اللي كان فيه فريق نيس، ليس يعني فريق بي اس جي أو لوان مارسي، لكن فريق نيس كان يلعب يعني الأوروبا ليج، كان يعني يشارك عطال في كثير من المباريات الهامة في الدوري الفرنسي أو في الدوري الأوروبي. هذا شيء جد مهم، هذا دوري جديد بالنسبة له، بداية موفقة، تأقلم شيء جد مهم بالنسبة للاعب. هو يعني عنده مدة طويلة كان في بلجيكا ثم في فرنسا، الآن راه في تركيا، هذا اكتشاف له لبطولة أخرى. نعم. لتقاليد أخرى، لعادات أخرى. أعطينا الخريطة الحرارية ليوسف عطال حتى نكتشف تحركاته في هذه المباراة. طبعا الجهة المفضلة له نعم الجهة اليمنى، لم يتحرك كثيرا في الوسط، ولكن صعد نازل لعب رواق. نعم.